مناخا لسوريا المتجددة المليئة بالطاقات. انطلقت اليوم دورة المحللين السياسيين لأطقم دمشق البعثية في دار البعث بدمشق. وفي افتتاحه للدورة شدد عضو القيادة القطرية هيثم سطايحي أن الدورة ستغني مسيرة سوريا في التصدي لما تتعرض له من هجمة شرسة تستهدفها، وأن هذه الدورة مؤسسة على منهجية فيها الموضوعية والعلمية، حيث سيخضع لها ما يقارب 100 مشارك، وسوف تستمر لمدة شهر ونصف، ثم يليها أسبوعان من التدريب العملي في المؤسسات الإعلامية، حيث سيتم الاستفادة من مؤهلات المشاركين ومن معلوماتهم المكتسبة في وسائل الإعلام كافة. دورة المحللين السياسيين أحد أوجه تعابير سوريا المتجددة، أن ترفض الساحة الإعلامية والسياسية في سوريا في هذه المرحلة بدفعة أو نخبة من المحللين السياسيين على مختلف المستويات وبطاقات وكفاءات متنوعة يمارسون مهامهم في الدفاع عن الوطن في مواجهة الحرب الإعلامية التي تقوم بها المحطات الشريكة في جريمة سفك الدم السوري. أنا أرى في هذه الدورة أنها رافدة للإعلام وأنها مطورة للإعلام، وأعتقد أن الرفاق كلهم الموجودين في هذه القاعة بانضمامهم إلى هذه الدورة يحاولون أن يقدموا شيئا جديدا للإعلام، وهو تحليل سياسي استراتيجي هام لكافة الظواهر السياسية والاجتماعية والسياسية التي يتعرض لها قطرنا، وخاصة فيما يتعلق بدول الجوار وعلى الصعيد الدولي أيضا، حيث هناك التحليلات السياسية الكبيرة والمترافقة بكثير من الدراسات الإلكترونيات وغير الإلكترونيات والإنترنت الذي انتشر بشكل سريع والذي يمكن أن نبني عليه كثيرا من المواقف الداخلية في الوطن الداخلي. احنا مشاركين بهي الدورة، هي دورة محللين سياسيين، دورة تأهيل للجيل لحتى يعطي شغلات إيجابية. هي الدورة اللي حتكون متجددة دائما إن شاء الله. بنتأمل إنها تكون خطوة ناجحة ومستمرة ومتجددة. دورتنا بتعطي جيل واعي، جيل متجدد، جيل بيقدر يواجه هي الأزمة أو هي الحرب يلي عم تواجهها سوريا. بحث